الامتحانات داخلة وفي ناس مش قادرة تدرك الهدف من اللي احنا بنعمله. في ناس جاية الامتحان بنية ان انا عايز اقفل وتبقى جاي تعبان ومذاكر وموت نفسك وما تقفلش. صلي على حبيبك. القرآن واضح والعلاقة بتاعة التعليم كلها جت في سورة الكهف رقم 1. قال له هل أتبعك سيدنا موسى على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له إنك لن تستطيع معي أي. أنا المادة بتاعتي صعبة، عايز حد يظهر. فلو أنت صبرت هتبقى تلميذ ناجح. خلي بالك ده بيكلم سيدنا موسى. فجينا بقى الدروس، سبحان الله 3 مشاهد، كل مشهد فيه رسالة لحضراتكم والأجيال اللي بعدنا. ما القرآن ده معجزة. المشهد الأول السفينة، صح؟ وقت ما السفينة اتخرمت زعل ولا ما زعلوش؟ تعالى كده نركب السفينة وانت راكب سفينة في عرض البحر واتخرمت ودخل فيها مية، هنغرق، ايه اللي خرمها؟ يا احنا حظنا دايما كده، استغفر الله العظيم يا رب، احنا اتحسدنا، مين باصص لنا في ام السفينة؟ رحنا على الجزيرة لقينا حاكم كل سفينة بياخدها دي مخروبة، عدوها، الحمد لله ان السفينة مخروبة، ده لو اعرف كده كنت خرمتها خرمين. كنت زعلان صح، بقيت فرحان، ده مشهد. حصل لك خرم في حياتك، كعبله انت مفكرها شر، فربنا بعدها على طول اثبت لك ان هي خير. ده نوع من المصايب، ان بيجي لك ابتلاء بعد فتره قصيره بتكتشف انه مش ابتلاء، انه كان خير والحمد لله انه حصل. اهل الغلام طلعوا من البيت لقوا ابنهم الصغير اللي بيلعب في الشارع مذبوح ومقتول، خير ولا شر؟ مصيبه. بعد شويه الست بقت حامل، جالها ولد تاني بقى بيبوس رجليها، بقى ولد بار. هل كانت عارفه القصه؟ ربنا بيقول لك من باب الرضا، طالما انا جبت لك ابتلاء وانت اكتشفت انه خير، ربنا اسمه المتكبر مش مطالب كل ابتلاء يثبت لك انه خير. هنا بقى الايمان، ان انت طالما حصل لك ابتلاءات وعرفت ان هي ايه، يبقى اي ابتلاء هيحصل طالما جاي من عند نفس الاله، من عند نفس الرب، من عند ربنا، اكيد خير. الجماعه اللي قبلنا قالوا ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه، فانت لما تجيلك كليه غير اللي نفسك فيها ربنا مش مطالب ينزل لك سيدنا جبريل يقول لك خلي بالك انت لو كنت دخلت كليه كذا كان هيحصل لك كذا، فانا ربنا دخلتك في الكليه كذا عشان ده خير ليك فهتقابل كذا فيحصل كذا. ربنا مش مطالب يثبت لك. فانت لما تيجي من البيت مذاكر وموت نفسك وتقول لي يا استاذ انا بقالي 3 ايام ما نمتش وما باكلش وماسك نفسي من البيت بيه عشان اوفر وقت الحمام وبعمل يعني، وجيت غلطت في الامتحان، اعرف انه خير. انا غلطت بره المجموع عشان هقفل جوه المجموع. ما تبقاش نتم في سورة الفجر، ربنا قال لك ربي اكرمني، ربنا ابتلى، ربي اهانني. لا، ربنا مش بيهين حد، خليك جدع مع ربنا. المشهد التالت الجدار، العيالين الصغيرين لما كبروا وشدوا عضمهم خدوا الورث ولا ما خدوش الورث؟ اكتشفوا ان الجدار ده لما اتبنى خير ولا مش خير، بس بعد فتره طويله. اذا المصايب 3 انواع، مصيبه ربنا هيفسرها لك في وقتها، ومصيبه ربنا هيختبر صبرك هتتفسر بعد فتره اطول، وابتلاء مش عيد. وهناك بقى القدره على الايمان، ايمان حضرتك انت هتقدر ايمانك يبقى قوي لغايه فين؟ نعمه الرضا. يا ريت يا ريت ربنا يمن عليكم بنعمه الرضا. مش كل اللي شغلك الشله اللي انا مروح معايا هم جابوا كام وانا جبت كام؟ كتير منكم بعد ما بيغلط في الامتحان الشامل بيروح البيت واعصابه هاديه، اللي غلط فيه بيحله صح. انا عايزك تحل وانت مستبيع. من اسلم وجهه لله سلمها لربنا. 3 جوائز اجروه على ربي، ربنا اللي هيحاسب. ولا خوف عليهم، ما تخافش عليه ولا هم يحزنون. في تاني بقى، في بقى تاني، انما الشيطان يخوف اولياءه. انا غلطت فيها النهارده، يعني لو جات لي في الامتحان بكره هغلط فيها تاني؟ ده اسمه سوء ظن بالله.
انا غلطت فيها النهاردة الحمد لله، عشان لما تجيلي اخر السنة باذنك يا رب مش هغلط فيها. ده حسن ظن بالله. انما الشيطان يخوف اولياءه. طب التانية، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف انت عايز تبقى ولي مع مين؟ عايز تبقى ولي مين؟ صلي على النبي. فياريت وقفة مع النفس. في سؤال كنت بسأله لنفسي لما الامتحانات بتقرب، وهي الامتحانات قربت، سؤال بمنطق كده، يا ترى المذاكرة اللي أنا بذاكرها والشغل اللي أنا بشتغله ده آخري؟ ده آخر حاجة عندي؟ طب لو ده آخري هيخليني أحقق حلمي؟ لو أنت قلت لي ده آخرك وما عندكش أكتر من كده أنا موافق، بس لو ده آخرك هيضايق، دي الكلية على قد الآخر ده. لكن لو عندك أكتر من كده وبخلان على نفسك ما تستناش حد يكرمك. إذا كنت أنت نفسك بخيل على نفسك، أصل أستاذ أنا أيوه، قولي إن أنت مش قادر تجاهد نفسك، قولي إن أنت ضعيف. بس لو أنت اعترفت إن أنت ضعيف ما تجيش بنتيجة تعيط وتشتغلنا وتقول أنا عملت، لا لا ما عملتش اللي عليك. وما ربك بظلام للعبيد. فهي اللي بقى لنا اسم. عارف هتقيسها في جهادك مع نفسك؟ انا الاسبوع ده هجيب 7 من 7 في صلاه الفجر. هنام بدري واصحى بدري. واليوم اللي مش هصحى فيه الفجر مصروفي كله طالع لله. كده انت راجل. انا الاسبوع ده انا في ذنب مش عارف ابطله، انا الاسبوع ده 7 ايام هبطل الذنب. بس ما تجيش اليوم التامن تعمله وكمل. ما تجيش تقول لي انا قلت 7، احنا اتفقنا على 7 ايام. انا خلاص بقى. اي سبوبه مع الشيطان بقى مش قادر. لا، الجدع عدوك الاول اللي يعرف يجاهد نفسه. الشيطان في اول يوم ما سجدش لسيدنا ادم، كان في حد بيوسوس له؟ بص كده ربنا، اسجد لمن خلقت طينا؟ انا اسجد لواحد مخلوق من طين؟ الكبر. نفسك، نفسك اللي هي كده احسن انتصار تحققه في حياتك، الانتصار على نفسك الاماره بالسوء اللي هي مش بتسيبك، مش بتسيبك. تبقى جاي الدرس الفول بيناديك، بس لف القدره في ورقه كده، سيخ شاورما، ايوه يا غالي معاه، عربيه كبده، شهوانيات شهوانيات، تعالى كده جرب تجاهد. هو ليه الشرائح بقى فيها صيام؟ تهذيب للنفس وجهاد للنفس. ليه ربنا عمل صلاة في وقت الفجر؟ تهذيب للنفس وجهاد للنفس. ليه قيام الليل فيه أفر؟ دعاء مستجاب وقرآن الفجر مشغول. ليه مليان؟ جهاد للنفس. يعني كل حاجة في الدين بتدربك على جهاد النفس. ليه الحج من أعظم العبادات؟ اللي فيها أعظم جهاد للنفس، فيها زهدي للمال. ناس تدفع 100,000 و200,000 و300,000 وأحيانا مليون عشان يحج هو وأسرته. زهد في المال، جهاد للنفس. عايز تحقق حلمك؟ جاهد نفسك واستمتع بالرضا بقضاء الله. صليت على النبي.